ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه فتره توقف دولي بالنسبه لنادي الزمالك. اخر مبارياتنا لعبناها قدام الاتحاد السكندري عملنا نتيجه كويسه جدا، عملنا اداء كويس جدا، الناس كلها كانت مبسوطه من مباراه الاتحاد السكندري، اداء ونتيجه، وده دايما اللي بيعجب جمهور الزمالك. جمهور الزمالك دايما بيحب الاداء، بيحب اداء اللعيبه في الملعب يبقى اداء كويس، يا حبذا لو النتيجه كويسه، فده امر بيفرق بشكل كبير جدا مع جمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، يمكن نادي الزمالك احرز هدف ثالث عن طريق زياد، ويمكن زياد بعد الفرحه وبعد للاسف كره طلعت اوفسايد. وخلي بالك دي من الحالات الغريبه اللي بنشوفها في الفار، يعني احنا عارفين تدخلات الفار في انهي حالات بالظبط. في حالات معينه بيخش فيها الفار، ففي حاله مثلا طرد، احتساب ركل الجزاء من عدمه، حاله تسلل، لو دي بقى ايه مهمه جدا، الهجمه اللي دخلت هدف او الكرة اللي دخلت هدف من تسلل تتحسب تسلل، ولكن ترجع لاكتر من دقيقة او دقيقة او نص دقيقة يا سيدي، بس تبص على هل هي نفس الهجمة، هل اتجددت الهجمة، دي اللي احنا فيها لغط كبير جدا. انا بكلمك في بعض الحالات كده اللي هو ايه، احنا بنتكلم في حالات خلاص هو نادي الزمالك كسب، يا سيدي الفرصة دي أو الهدف ده مش هيأثر على نتيجة المباراة، ولكن مرارا وتكرارا احنا بنقول هنا، احنا بنطالب دايما بحق نادي الزمالك عشان أوفسايد. طيب هل هي نفس الهجمة ولا دي هجمة جديدة؟ مش عايزين حتة الفار أو التحكم في تقنية الفار يبقى امر مطاطي، لا عايزين يبقى في وضوح اكتر من كده. بعض المحللين التحكيميين في المباريات يطلع بعد المباراه ويتكلم على حاله من الحالات او بعض الحالات، وتلاقي ممكن يغير رايه في ساعتها، يعني في نفس الحاله ممكن يتاثر عليه وهو بيتكلم بيشرح الحاله يغيرها. طب انت محضر وداخل الاستوديو ومستعد ان انت محضر حاجه ومحضر كلام معين هتقوله عن الحاله دي انت شفته بتمعن شديد جدا قبل ما تخش الاستوديو، وتقوم هوب جوه الاستوديو وانت على الهوا الموضوع ممكن يتغير. انا بشوف ده،